الاساتذه لابسين الروب وهو مش لابس الروب. ليه بقى؟ حداثه لا اصل هو مش هيخضع للمنظومه. كنموذج اذا حته الضرب في الدين دي ده طريق سهل وبسيط، بس هتقعد تغني ظلمون بينك وبين نفسك. لابد وان تبدا بما في عقول الناس، لا ما تريدهم ان يكونوا ولا ما تتمناه انت ان يصبحوا. ومن داخل العقول دي بالتواصل لازم أن تسمعه، بدون سمع له مش عارف. هدي لك نموذج. انا كتبت كتاب انا نصر ابو زيد، كان في حد بياخد كوتيشن ويحطها على فيسبوك من الكتاب، فلقيت حد بيتواصل معايا بيقول لي هو انت مؤلف كتاب انا نصر ابو زيد؟ قال لي في كلام كتير من اللي بيتقال يعني ايه قريب من القضايا اللي شغلاني، ممكن نتكلم؟ مين بقى اللي بيكلمني ده؟ أزهر. استاذ مساعد باللغه العربيه في كليه الازهر، عضو لاخوان المسلمين لمده 14 سنه. لان الصوره اللي هو خدها واتبرمج عليها عن ايه نصر ابو زيد والفريم اللي ابتدى، حس ان في حاجه ايه جديده. فبدات اتقابل معاه مره كل يوم سبت ساعة ونص على سكايب. لما عملنا مؤتمر نصر أبو زيد كان حاضرا ببحث عن الجذور التراثية عند نصر أبو زيد. لما بيقرا بينبهر، بس برضه إيه؟ مش خايف، لأن أنت بتشد الأرض بتيجي حتة الإيه؟ توتر. أول إمبارح المرة دي قلتها صح تمام. أول إمبارح لما جه يتكلم كان المفروض يتكلم 15 دقيقة، ناسي اللي يتكلم. انا قلت له ايه؟ يعني قلت له انا هحميك بان انا اسكتك. لانه بدا يتكلم بيحاول يدخل، شوف هو خايف، لازم تقدر خوفه، هو خايف. فجاب الشيخ الغزالي محمد الغزالي على اساس ان الغزالي في اخر كتاب له في افكار قريبه، هو بيقول يعني بالرغم ان الغزالي كتاب دعوه بس عشان يجعل الغزالي بما انه مقبول وكده بدخله ايه؟ نصر لنصر ابو زيد. فلو انا بقى جيت من الاول كده، ده انت ما فيش منك فايده والبنيه بتاعتك وايه. لازم تبدا بما في عقول الناس. مظبوط. وبدونها هنتنينا نخبط في القوالب المغلقه ومش هنبني شيء. بعد الندوه كل الفرقاء اتفقوا على دايره واحده وهي جمالهم. ليه؟ لأن فتحت خطوط مع الجميع. جمال عمر. أنا اللي كانوا بيبارزوا بعض من شوية واللي كان بيضرب عليا طبقات الرصاص بمسدسه التسعة مللي ده، جه قال لي إحنا بنعمل أنشطة في كلية دار العلوم وعايزين. وجايز عايز ياخدك يبقى لك. لا ما هي ما أنت لازم تفتح بالك لكده. انا هو ما يهمنيش، انا يهمني مين؟ الناس اللي هو بيخاطبهم. ما انا مش هغير دماغ واحد خلاص هي قفلت، انا بخاطب اللي هو بيخاطبه. واللي هنبني ازاي وهنزرع ازاي. فانا اقدر الحماس من ناحيه مساله الدين، بس لا، لابد وان نبدا بما في عقول الناس. ده الخلاف اللي بيني وبين ناس كثيره جدا مثقفين بيتعاملوا مع الموضوع على انه ايه؟ عندنا النموذج الجاهز اللي حصل في اوروبا. يعني الناس بتتكلم مثلا عن العلمانيه. فانا بسال سؤال. وانا انسان دايما بسال اسئله وافكر لان ما عنديش قوالب جاهزه يعني. هو العلمانيه هي اللي انتجت ولا العلمانيه هي نتاج؟ نتاج طبعا، نتاج. ان في تغيرات حصلت من اول النهضه والدخول في العصر في الثوره الصناعيه ولا اخد كونت شروط لظهور العلمانيه، ولا العلمانيه هي اللي ابتدت وغيرت؟ ده انت لما ترجع لمصطلح العلمانيه ذاته هنتكلم على ال 150 160 سنه الاخيره في الفورميشن بتاعته، في السياقات التاريخيه بتاعته. انما احنا لا، النموذج ده ظاهر هناك وهنيجي اللي هو نظام الاستسهال بدون ما نتفاعل ونحاول بقى نعمل ايه؟ الحلول اللي انا بسميها الهضم بقى. انا باخد اللي طلع هناك
والماضي اللي هنا واهضم ده وده عشان اتجاوز ده وده وانتج ايه؟ اللي انت بتتكلمي عليه، الشيء اللي انت بتحبه وتعمله مش محتاج، ومناسب بقى الشيء اللي انت بتحبه وتعمله. ودي اخر حاجه علشان يعني عندي جلسه ثانيه بعد الموضوع ده. وانا شاب عندي 19 سنه كنت مشغول بهموم ليه حاله التخلف الفكري اللي عندنا دي، فقريت المشاريع الحضاريه اللي كانت كده، قريت زكي نجيب محمود وقريت الجبري وحسن حنفي ودونيس وبتاع، لحد ما طلع نصر ابو زيد كتابه مفهوم مصر. ده كان سنه 90. وسنه 91 في 31 مايو تحديدا اتنشر حوار معاه على اسبوعين. فمن اول هذا الحوار في الاهرام فتحت ملف وكتبت عليه نصر ابو زيد. لمده 25 سنه بجمع شغل نصر ابو زيد. الشيء ده انا ايه؟ ولا رحت عملت درجة علمية بالماجستير ولا الدكتوراه ولا الكلام ده كله، والآن بيتصل بيا باحثين من ألمانيا وتركيا وإندونيسيا وأمريكا ودعيت إن أنا أقول محاضرة في مؤتمر نصر أبو زيد، وأصريت إن أنا أقول أشكرهم إن هم دعوا سواق تاكسي إن يقول محاضرة. إن إيمانك بالشيء اللي أنت بتعمله في الآخر بعد 25 سنة بينتج. إنما هتنينا ندور بقى على الإيه؟ سريع. المباشر والسريع بقى حلو ده أحب الشوكولاتة هاكلها وهتزود ده اللي إحنا عمالين نعمله. وده اللي بيخلي الخطاب النقيض ينجح، اللي يهمش خطاب التجديد. لأن واحد مثلا يجي لك يتهمك ان انت متخلف فتقعد تبذل مجهودك كله عشان تثبت له ان انت مش متخلف، هو قد استقطبك. فلما حد يجيب لك نص وتروح بقى انت تجيب له نصوص من القران، انت تبنيت طريقته في الايه؟ في التفكير، ورسخت طريقته في التفكير. ودي البذره التي تجعل خطاب التقليد ينجح دائما في تهميش خطاب التجديد. علينا ان نخرج من هذه القوالب الضيقه. تلخيصا بقى اللي اتقال النهارده، ان المرض اللي ظهر عندنا اللي هو اعراضه العمق هو حصل لنا تحديث بلا حداثه من فوق لتحت ادى الى عنف مجتمعي. بما ان تعريف العنف هو سلوك ما من فرد او جهه تجاه فرد او جهه لاستغلاله واخضاعه يسبب اذى معين، هو ده تعريف العنف، وهو ده تقريبا التحديث اللي هو حصل، ان هو السلوك اللي حصل لنا وما هضمناهوش. وعلينا جميعا بعد الندوه الجميله دي ان احنا بقى نروح نزرع بذور عشان المجتمع بتاعنا الشعب بتاعنا. متشكرين جدا، وان شاء الله نشوف حضرتك في ندوه اخرى لما تيجي تزرع المره الجايه.